السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ بسأل عن صيام داود. الشخص اللي بيصوم صيام داود وأدى إلى إن هو يخسر وزنه جدا لدرجة إن هو نزل على الوزن الطبيعي، ومصمم برضه إن هو يستمر على الصيام ده، هل ده جائز؟ وهل إن الإنسان يقلل جدا من الطعام ويقلل جدا من الشراب، هل ده من اتباع خطوات الشيطان في إن هو يعني يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا واشكروا لله، يعني الإنسان اللي بيقلل عندنا الآية الأخرى ده من يا هل بني ده من التمتع إن هو بيقلل قوي على نفسه في الطعام والشراب وصيام داود، هل ده يعني يدخل في جنب إن هو بيتمتع وكده حرام، ولا ده صح ويجوز ويستمر كده لدرجة إن البدن كلام كسر يخسر؟ خلاص، بس كلام كسر اختصارا. أرجو من حضرتك توضيح طيب يعني، خلاص، أنا الشخص ده لأنه يحب سمعت حضرتك جدا يعني، الله يبارك فيك وربنا يبارك لنا في حضرتك وفي عمرك وجزاك الله خيرا. وإياكم. شكرا يا فندم، الحمد اتفضل. لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالتوسط في المأكل والمشرب مطلب. أما الشاب الذي يريد أن يصوم صيام داود عليه السلام، لا نستطيع أن نمنعه من أن يصوم صيام داود إلا إذا كان هذا الصيام سيضر بصحته، فالنبي قال: لا ضرر ولا ضرار. والله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إن كان شابا ليس بمتزوج ويريد أن يكثر من الصيام لدفع الفتنة عن نفسه، ولن تضره كثرة الصيام كصيام داود، فله أن يفعل ذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد فقال لعبد الله بن عمرو: صم 3 أيام من كل شهر. قال: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: صم من كل شهر جمعة. قال: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، وهذا أحب الصيام إلى الله. لكن ابن عمرو في آخر حياته كان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعود مركزا، إذا كان هذا الصيام لا يضر به ولا يمنعه من أعمال البر التي يعملها، جاز له ذلك، وخاصة يتأكد الجواز إذا كان يريد دفع الفتنة عن نفسه. الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما إن كان الصوم سيهلكه أو يجعله يعطل عن مصالح واجبة عليه، فلا يصوم مثل هذا الصيام. للعمومات: لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله أعلم. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. والنقطة بس بتاعت الإقلال الشديد من الطعام والشراب يا شيخ، يعني شربة ماء هو أو شربتين، لا عفوا، هو كده يتعبد بكده يعني ولا ايه؟ يعني تقربا إلى الله إن هو يعني بيعاقب نفسه لا 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 بهذا القبيل. لا 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 لا. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب 3 نفر 4 نفر إلى بيته يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا، فكأنهم تقالوها، رأوها قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم ما حييت. قال الآخر الرابع: أما أنا فلا أتزوج النساء. فذهب النبي عليه السلام إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لهم، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني.